بالأمس. القوة نتاعنا والطاقة نتاعنا كانت تكمن في القيم، القيم اللي كنا نتحلى بها، اللي كنا نتمتع بها. الله نكونوا قد المسؤوليه ونساهموا باش تظهر بلادنا وباش نرفدوها. لازم نكونوا قاع في الموعد شباب ولا شيوخ باش نساهموا ان شاء الله باش نرفدنا. كما يقول المثل اللي خلى رجال ما ماتش، وحنا الحمد لله بلادنا ضحوا عليها رجال وخلى رجال يكونوا في الموعد. تحيه الجزائر. اليوم باش نتقدموا الى الامام. انا واثقه باللي عندنا البوتنسيال باش ننجحوا. باش ننجحوا لازم نديروا اليد في اليد ونتضامنوا ونحبوا بلادنا. باش نحبوا بلادنا لازم نتضامنوا. موعدنا اذا يوم 10 من ماي لتحيا الجزائر. أكوا سا سير دفور، قولي لحم بابك وعلاش دفور؟ علاش ما دفورش؟ دفوري نورمال، تعرف شنو عندك حاجة أنت حتى اللي بيه تخمم بيه، حتى العشرة مي تخمم أسكو دفوري ولا ما دفوريش؟ وشنو إذا ما فوتيتش؟ وكانت ريزولتا انسى، اللي فاتو تعلقو يشبه، وأنت إذا فوتيت 10 مي حاسبه، وأعرف عليه من دفور. وإذا كان خير ما تنساش راسك ما ينساوش باسكو الجزائر تاعك 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 وتحية الجزائر.